ويؤكد أن للجيش ليست له طموح ولا يفكر بعكس الكثير من الدول التي لا تبعد عنا بكثير في خطار البعد الإقليمي أنه توريث السلطة من خلال زمام المؤسسة العسكرية أنها تسيطر في صناعة القرار ومنصب رئيس الجمهورية. اليوم شفنا كيف الجيش يصر بل يعمل كل ما في وسعه من أجل ذهاب الانتخابات، كان طلب انتخابات أكثر إصرارا ومن العسكرية، وأخر خير دليل على ذلك هي انتخابات 12 ديسمبر اللي أفرزت على رجل مدني بمرافقة المؤسسة العسكرية، وفعلا كانت انتخابات عبرت على رأي في هذه على صوت المواطن بكل شفافية. في هذه اللحظات كما تصلنا الصور يهم الموكب الجنائزي بالخروج من قصر الشعب متبوعا بالعربة العسكرية هاته التي تحمل جثمان الفقيد. نعم تفضل أستاذ لمين. شوف اليوم إن الذكرى تنفع المؤمن، فيفترض أن هذه تروذ العقول وتهذب النفوس، الاقتداء لكل شيء يسعى إلى بناء هذا الوطن للمساهمة. ما مدى رمزيتها سواء لقياديين العسكريين في الجزائر أو خارج الجزائر كذلك، خاصة في هذا الوقت الحساس الذي تمر به مش العديد من الدول العربية بوقت جد حساس جدا في بعض الدول العربية، ما مدى رمزية ما ما قام به الفريق أحمد قايد صالح في هذه الفترة الأخيرة لهؤلاء؟ هو أولا التلاحم الذي تجاوز الطبيعي ما بين الجيش وبين الشعب الجزائري، على أساس أنه فعلا هو نابع من صلب الشعب الجزائري، فهنا يبين أنه فعلا هو جيش جمهوري شعبي له امتداد شعبي، وعلى أساس أنه يحترم لبناء الدولة المدنية. اليوم هذا الجيش أعطى درس من خلال أولا عقيدته وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وإصراره على الدفاع بكل شراسة من خلال مؤسساته على الحدود الوطنية، هو الدفاع على حماية الوطن، على اللحمة الوطنية، على الوحدة الوطنية، بدون يعني مهاترات ولا ديماغوجية، خليني أقول